لو انا بحب حد ابقى عارفه هو ليه نكدي فاصلح الحاجه دي، فهيبقى فرفوش على طول. اوكي هيروح من عنده النكد. ضغوط الحياه عامل مهم قوي. يعني لو لاقي واحد مثلا طموح موهوب مش عارف يوصل لحاجه، مش لاقي نفسه، حد عنده ضغوط ماديه، حد مثلا عنده ضغوط اجتماعيه، طبيعي ابقى فاهم ان ده ممكن يخليه نكد. طب اعمل ايه؟ لازم اقول له ان دي مرحله مؤقته، مش واحده مثلا تقول لجوزها ايه اهو انت كده وهتفضل كده طول الحياه مجوعنا، انت عمرك ما هتوصل لحاجه. دي الكلمه الطبيعيه يا بابا، بس خلي بالك ده الكلام الطبيعي التلقائي في اي بيت مصري في البيوت. وانت فاكر نفسك هتوصل لايه؟ فاكر يعني نفسك حاجه قبلك مزحقنا على ايه؟ يا نهار ازرق، ده انت بتخليه يفضل مدى الحياه نكد. أيوة، لكن لو قلت له دي مرحله مؤقته. ونفس الكلام الراجل مع الست. في ناس مثلا بتكون في مناصب حلوه قوي، بتكون عندها وضع اجتماعي حلو، وتجيلها ظروف فتقعد، فاقول له بقى خلاص انت حياتك انتهت. او واحد زي ما قلت لك موهوب ومش لاقي نفسه، اقول له انت عمرك ما هتوصل لحاجه. طب ما يفضل طول العمر نكد معايا. اصبره، يعني المفروض ان انا اقول له حاجه تصبره، ان دي مرحله مؤقته وان شاء الله الدنيا هتتحسن، عشان ياخد امل ويبدا يسعى وهو عنده امل. حلو قوي، مش نكدي. حلو قوي. ال- 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 ده اول ده اول الفراغ. بصيص امل اديتهولي في الاشخاص. ده اول بصيص امل بابا، اللي هو ايه ان شاء الله الدنيا هتبقى احلى. في بقى الفراغ، دي نوعيه اللي هو الواحد يسيب مراته عندها فراغ طول الوقت. زي ما قلت لك قاعده من شغلها وملهاش صحاب، هي قاعده مركزه معاه 24 ساعه عندها فراغ، هيطلع عليه طبعا، هيرجع عليك وانت مش واخد بالك. او واحد مثلا كراجل وقعد من الشغل، جت اي ظروف وقعد من الشغل، عايزاه يبقى ايه؟ لا ده مش هيبقى حاجه، ده يقول لها ايه الكوبايه دي محطوطه هنا ليه، والطفايه دي محطوطه هنا ليه، والكتاب ده مش في مكانه، وما طبيعي. ايام الكورونا كانوا بينزلوا افيهات جامده جدا على المواضيع دي. ستاتي عيني كان امنيه حياتها في فتره قبل الكورونا انه إيه، هو بيقعدش معايا في البيت ده طول الوقت، قاعد في الكافيه بيلعب بلاي ستيشن، قاعد مع اصحابه. دلوقتي بيقول قوم انزل خني اعمل اي حاجه ابعد عني وخلصني. نزلين بوست كده على الفيسبوك، روح العب مع حماده ابن الجيران. أيوة، عارفه الحاجات دي. الفراغ قاتل جدا سواء للرجل او للمراه. فلو انت بتحب شريك حياتك املى وقت فراغه بحاجات، ما تخلوش قاعد مركز معاك 24 ساعه لانه هينكد هينكد. الحاجه الاخيره بقى والمهمه قوي، النفس اذا كلت ملت. وبعد كده اكيد هتنكد. يعني انا ممكن ادور في حياه حد الاقيه شايل مسؤوليات فوق طاقته، محدش بيعينه عليها. طب انتوا عايزين حياته تبقى عنده وقت للفرفشه ده؟ لا طبعا، لو بيجري يعني هو عايش حياته بيجري، فانت ما تبقاش قاعد سايب لها العيال طول الوقت، هي اللي متحمله مسؤوليتهم في كل حاجه، وكمان زي ما قالت الدكتور بتشتغل، وكمان الظروف الماديه معاكم صعبه، واقول هي بتنكد ليه؟ طب ما هو زي ما هي بتساعد معاك حاول انت كمان تساعد معاها. لو شلنا مع بعض في الحته دي، بحيث المسؤوليات والاعباء ما كانتش على طرف واحد فيهم هو اللي شايل الجانب الاكبر، هتبقى الحياه مختلفه خالص. اللي احنا قلناه ده في عز السته دول ممكن تلاقيهم موجودين، وسبحان الله، وتلاقي حد، بس دول بقى بنسميهم ايه؟ استثنائيات القاعده. حد عنده هموم ومسؤوليات وقد كده وتلاقيه فرفوش. ليه؟ لانه عنده رضا وبيتخطى الازمات بالفكاهه وحاجات بقى تانية. يعني دول مش شرط، في ناس اقوى من السته اللي احنا قلناهم دول. يبقى عندها اقوى من كده بكتير، وتقول نكت وتفرفش وتعدي الامور ببساطه، وده اللي احنا بندور عليه في علم النفس، بنبقى عايزين الناس توصل له. حلو قوي يا رشا، انا مبسوطه من كلامك جدا ومستمتعه بيه، ومش يعني مش عايزاكي تخلصي الصراحه. بس احنا انه فكره انه انت بتشجعي انه لو حد يعني جدي شويه نكدي شويه يبقى جنبه حد فرفوش يساعده. لازم. لان لو سبنا النكد زي ما قلتي او لو حطينا الفرفوش صدقيني هينكد عليه تاني، هيدمروا لنا الحياه. طيب ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.